شفتي الجوائز للأفلام؟ شو تحبين تشوفين؟ أي جائزة؟ أكثر شيء جوائز الأوسكار، أحس لأن الأفلام كلها موجودة، المخرجين، الممثلين العالميين، فأكثر شيء جائزة الأوسكار. صحيح، لأن اليوم يحصلون عليها الأفلام وصناع الأفلام لأنها أهم جائزة مشاهدينا والأكثر شهرة عالمياً. رغم تعدد الجوائز على مستوى دول العالم، ولكن يبقى الفوز بالأوسكار هو حلم كل نجم، فكلما وحيثما يحلم أيضاً الأديب والعالم بجائزة نوبل وهي منتهى الأمل لديه، وكما يحلم الصحفي أيضاً بجائزة بولستير وهي أيضاً، فإن العاملين بمجال السينما يحلمون أيضاً بأن يعتلوا المسرح ممسكين بالتمثال الأوسكار الصغير ليكون شهادة على أنهم الأفضل. خلنا نشوف أو نتعرف على هذه الجائزة من خلال التقرير التالي. جائزة الأوسكار هي عدد من الجوائز التي تقدمها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائي الموجودة بكاليفورنيا سنوياً للاعتراف بالإنجازات التي تتم في صناعة السينما. تم تقديم الجوائز لأول مرة عام 1929، حيث حصل الفائزون على تمثال صغير مطلي بالذهب والذي يطلق عليه عادة بأوسكار. يتم اختيار الفائزين في جائزة الأوسكار عن 24 فئة، وهي جائزة أفضل فيلم، جائزة أفضل ممثل، أفضل ممثلة، جائزة أفضل ممثل مساعد، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل إخراج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل سيناريو معدل، أفضل تصوير سينمائي، أفضل تصميم إنتاج، أفضل مونتاج، أفضل موسيقى تصويرية، جائزة أفضل أغنية أصلية، وأفضل تصميم أزياء، أفضل مكياج وتصفيف شعر، أفضل مزج أصوات، أفضل تحرير صوت، أفضل تأثيرات بصرية، أفضل فيلم بلغة أجنبية، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل فيلم قصير، أفضل فيلم حي قصير، أفضل فيلم وثائقي قصير، وجائزة أفضل فيلم وثائقي. تقدم الأكاديمية جوائز علمية وتقنية، وجوائز الإنجاز الخاصة، وجوائز فخرية، وجائزة جان هيرشولت الإنسانية، وجائزة إيرفينغ جي تالبرغ التذكارية التي تمنح للتميز في الإنتاج، وجائزة جوردون إس وير للمساهمات التكنولوجية بشكل غير سنوي، وللتأهل للحصول على جائزة الأوسكار في عام معين. We proudly accept this award on behalf of your beautiful Matilda. Thank you. اتفقت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عام 1927 على منح جائزة سنوية، فقام مدير الفن في شركة مترو جولدن ماير بتصميم تمثال صغير لفارس يقف على بكرة من فيلم يمسك سيف، وقد تم تقديم أكثر من 3000 تمثال صغير منذ أول حفل توزيع جوائز في 16 أيار عام 1929، حيث يبلغ طول التمثال أكثر من 34 سنتيمتر ويزن 3.8 كيلوغرام. وتمثل بكرة الفيلم على التمثال 5 درجات، والتي تدل على الفروع 5 الأصلية للأكاديمية، وهي الجهات الفاعلة، المديرون، المنتجون، الفنيون والكتاب. Please welcome Christopher Walken, Kevin Kline, Cuba Gooding Jr., Alan Arkin, and Joel Grey.